بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج سے نئی حکومت بننے تک اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، بحوالہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3502. اللہم اے اللہ، لا تسلط علینا، ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ فرما، من لا يرحمنا، جو ہم پر رحم نہ کریں، ولا يخافك فينا، اور ہمارے بارے میں تجھ سے ڈرنے والے نہ ہوں. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. آمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. بے شک. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. آمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. بے شک. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. آمين. صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمین. جزاک اللہ. 9/3/2022. اللہ اکبر.